باتت محافظة مأرب الوجهة الآمنة لأغلب النازحين، ما إن تم تحرير محيط المدينة من ميليشيا الحوثي والمخلوع إلا وتوافدت مئات الأسر وآلاف المواطنين إلى المدينة بعد أن أصبحت المكان الآمن لهم، حيث تتوفر مقومات الحياة وسبل العيش. ومع ازدحام المدينة بالسكان أصبح الأمن هاجسا يؤرق حياة المدنيين، وهو ما يحتم على الأجهزة الأمنية القيام بواجبها وتفعيل جميع أجهزة الدولة في المحافظة. نجح كثير من أبناء المحافظات التي تشهد بعض العمليات العسكرية إلى هذه المحافظة، مما أوجد على كاهلنا بعض الأعباء الأمنية، ومن خلالها تم وضع خطة أمنية متكاملة أشركت فيها جميع الأجهزة الأمنية في المحافظة من قوات الأمن الخاصة وشرطة الدورية والطرق والأمن العام وأمن المدينة. من خلال هذه الخطة تم وضع الإجراءات الوقائية لمنع وقوع الجريمة. الأجهزة الأمنية تمكنت في الآونة الأخيرة من ضبط عدد من الخلايا الإرهابية، ويجري التحقيق معهم لكشف من يقف وراءهم ولينالوا جزاءهم العادل. نؤكد على أهمية بذل الجهد اللازم من كافة أفراد المجتمع، لا نحمل رجال الأمن، فرجال الأمن بحاجة إلى أن يكون كل إنسان مواطن داخل مأرب عين لرجال الأمن، ونشدد على بذل الجهد اللازم والدعم الكافي من قبل القيادة السياسية. هي رسالة إذن من قوات الأمن إلى المواطنين والحكومة على حد سواء، تتمثل بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي محاولة لزعزعة الأمن وتقديم الدعم اللازم من قبل الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار.